يا حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير، كيف الحال؟ يا حياكم الله، حيا الله جميع المتابعين معانا اليوم في رحلتنا إلى إمارة رأس الخيمة وبالتحديد منطقة جبل جيس. السلام عليكم. الله يستر. بس اليوم بتسبح شكلي، بتسبح. وين جينا؟ من هناك. هذا أقول لكم كثير ثلاثة على المنحنيات هذه، أنت والخير أربعة. يا سلام على الشرف الجميل، جميل المنظر الجميل، اللهم لك الحمد والشكر. نعم، هذا ما شاء الله الدنيا خرسانة، كان في مطر البارحة، هذه الدنيا كلها خرسانة. حياكم الله ويانا، واليوم نحن باتجاه إلى جبل جيس. طبعا نحن جايين من تحت، جاي من هناك من المنطقة هذيك، مرينا صوب الجبال الطيبة وتشوفوا معاي هاي المنظر الجميل. صراحة هذه قمة جبل جيس. درجة الحرارة الحين 16 درجة الحرارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير، كيف الحال؟ يا حياكم الله، حيا الله جميع المتابعين معانا اليوم في رحلتنا إلى إمارة رأس الخيمة وبالتحديد منطقة جبل جيس. خط الطريق تقريبا ساعة واربعين دقيقة. طريق خلل إن شاء الله، عدة وقفات، عدة مراحل إن شاء الله بنوقف فيها. ما شاء الله غيم مبين مهدر على الصوب إن شاء الله. بالنسبة إن شاء الله الطريق القديم اللي هو طريق أم القيوين، رأس الخيمة، الشارع القديم، ونقول إن شاء الله سبحانه وتعالى توفيق إن شاء الله. صارنا فترة ما تكلمنا، ما طلعنا فيديو تقريبا شهرين أو أكثر. كنا ويا الشباب ما شاء الله عليهم، ويانا في الجروب جروب دراجات وسيارات وشيات، وصرنا مليحة وصرنا حمدان، عدة أماكن ما شاء الله. درجة الحرارة الآن 25 درجة الحرارة في إمارة عمان، جو جميل ما شاء الله، الجو رائع مع وجود بعض الرطوبة، رطوبة خفيفة، وجود رطوبة خفيفة اللي أعتقد رطوبة الصباح هذه. والله اليوم كنت بحيرة من أمري، يعني هل أسير اليوم قلعة المعلى أو أسير دبي؟ دبي الجو حار شوي هناك في المدينة وزحمة، لكن بغيت إني أسير. فكرت والله اليوم الصبح يعني وأنا سالم يسير خالد الفجر، ليش ما أسير جبل جيس سيارة الخيمة؟ حتى لو وصلت جبل فوق، لكن على الأقل وصلت تحت هناك منطقة سياحية اللي موجودة هناك، وأرجع غير من تغيير جو من رحلة. شديت جاي العزبة اليوم، شاي قهوة وطاولة وكرسي والسوالف هذه، وإن شاء الله رب العالمين نجيب على بركة الله جاي إمارة رأس الخيمة. نفس ما قلنا لكم، يعني صارنا فترة طويلة ما تكلمنا، كانت مغامرات وايد، كانت احداث وايد في الرحلات اللي طافت، يعني ما شاء الله، يعني غالبا كنا نتجه الى اماره دبي بين فتره وفتره. يا جماعه ما شاء الله الغيم جايب الاتجاه هذا، يطلع على الارصاد البارحه تقريبا، متوقعين امطار على الساعه 2 الظهر اليوم. الله يستر، بس هذه ما شاء الله الغيم هذا المكان، يعني جاي في وهو الحمد لله ما في، وهو يعودني على الخط ما الحمد لله. لكن على العموم البارحة كانت في رأس الخيمة أمطار عدوية في الشمال اتجاه منطقة شمال وغيرها من هاي الأماكن، كانت في أمطار جيدة وأمطار غزيرة مثل ما يقولون. نبي نسير هناك إن شاء الله، نبي نشوف شو الوضع. أن السنة هاي تبشر بخير إن شاء الله، سنة أمطار وسنة رحمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن الله يفوت عنا ويشف عنا هذا الوباء. مثل ما قلنا لكم، صرنا فترة مرة من سنة ما تكلمنا، أخ
اخبار وايد، هجوم وايد، قصص وايد. يلا نمشي ان شاء الله على بركه الله. طبعا هنا قبل فتره نيت طلعنا ضد مليح ويا واحد من الشباب ما شاء الله عليه، تفاجات بهذا الدوار. هذا الدوار جديد ما كان موجود قبل، هنا ضد جزيره النجوم اعتقد. عدينا اجمل المكان والله الامارات، اتمنى مكان. اللهم لك الحمد والشكر، الحمد لله. هذا دوار جديد و امس مخلص، فتفاجات وانا جاي نفس ما قلت لكم يا صاحبي، تفاجات بهذا الدوار باتجاه احنا كنا سايرين للعابه. صراحه ما شاء الله الجو بارد جدا، اعتقد اذا وصلت هناك ما شاء الله الجبال كيف تغير قال ولا غيم. انا اقول العموم ان ندش راح اعتقد بابا شويه مطلوبه كل الاحوال. انا مغير الاحوال فترات جو صراحه كم يوم من اسبوع الجو حار غير رطوبه، لكن الحمد لله صح هذا الجو زين، لكن اغلب الناس ما يتحملون تقلبات الجو، ما يتحملون تقلبات الجو من حر الى برد، من برد الى حر، على طول الزكام. انا واحد منهم، انا احسس من الجو اللي فيه نوعيه الرطوبه هذه. المكان والله يجيني شور اني اخذ كوفي، ما اخذ كوفي ولا في الدرب اخذ كوفي احسن اخي. خليني بوقف على اليسار. السلام عليكم. ايوه بسم الله. عن تجربة جديدة اليوم، اشوف اذا قدرت اصعد لي بل كان بها، ما قدرت بننزل بنوقف تحت. المهم اللي هي القصد فيها هاي كل الرحلة، واحد يستانس ما رحت شوي من تغيير جو. اوكي يلا يلا طبعا ما زالت درجة الحرارة 22، مثلا انا ما قدرت اقعد انزل لانه فكرت انه نزلت من حرارة. أوه كثير الجاكيت عجيب، كان الجاكيت ما في حرارة في الموضوع ولا شيء. فالعموم هذا بشكل عام لقيت بشكل عام لقيت جديد تعديلات الحكومات، حتى حطيت قطارات في هذه كان مريح جدا. قدامنا ساعة كمان اوصل كمان يعني قمة الجبل فوق، لكن انا ودي قمة الجبل، انا بشوف مكان قريب هاي فكرة حلوة على الشارع. تحديد درجة الحرارة، درجة الحرارة 21، الجو لطيف. اعتقد اللي شفناه هناك كان عبارة عن غيم، مو بيبالي بيبالي شوي من الدرب اليوم. الجو برد، الناس الله يهديهم في الأماكن هذه، ثقافات الناس ثقافات صراحة، لا في اهتمام بالبيئة ولا في أي شيء، الله يسامحهم. واحد قد ما يقدر يوعي الناس بلدية، المؤسسات الحكومية توعي، لكن للأسف لا حياة لمن هناك. لا حياة المسلمين الله يطلع ويهديهم. حرام هاي حرام، هذا ما كان حلوة، هذا ما كان طبيعي، هذا خايفين عزي الكسرة وعزي الكفار خايف. طبعا هذا شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه الى امارة راس الخيمة، طبعا غير العابر في شارع الامارات، في شارع امارة الخيمة
الشارع القديم اللي كنا فيه دخلنا على قبل. هاي فكرة حلوة صراحة. المركبات صراحة جديدة ما شاء الله، والحمامات وغيرها كلها طيبة يعني. ننصح دائما هاي الأماكن من فترة فترة نحضر مفاجآت الطريق، نحضر مفاجآت الطريق. اليوم مثل ما قلنا متجهين ان شاء الله الى جبل قيس، لكن انا اعتقد اني قبل ما اصير الجبل وقفت في مكان محترم في حريق فيه. وين جينا؟ من هناك وبعدنا سايرين فوق عن طريق الشارع هذا، وسايرين فوق ان شاء الله، سايرين فوق اتكرم حمامات جزاهم الله خير. منظر جميل، جو جميل، في برودة حلوة صراحة. وقفنا عند الاستراحة الطيبة اللي هناك وخذنا لك من صورة، والآن إلى القمة 16 دقيقة تقريبا. للأسف إني ما فولت الدراجة وأنا عند شيشة البتروز. سبحان الله يعني أنا كنت منصدم من المنظر، منصدم الجو ما شاء الله يعني مشيني 180 كيلو، 180 كيلو سير وياي من حصل لحصلنا محطة إن شاء الله. شيء ثاني الحجية الكاميرا فيها 10 أو 11%، فيها 11% وزين جايب باور بانك أنا تقريبا بعد من طلعت من عمان، لأن هني وأنا ياسد شرت الآيفون. يلا مال عمان شرت الآيفون وبقت حبتين فيه. على العموم بشبكها هنا في هذا شرش الدراجة، لكن خلونا نستمتع مع بعض في هذه الأجواء الطيبة وهذه المناظر الخلابة. تصليحات في تعديلات في ترتيبات، يعني الحمد لله الله يعطيهم الصحة والعافية، مش مقصرين أبدا، مش مقصرين أبدا أبدا في راحة. وحش زعيم، تجربة حق أوروبا المنحنيات، أيوة صعدات. باقي 10 دقائق تقريبا للوصول إلى القمة، يعني 11 كيلو للوصول إلى القمة، 11 كيلو. أعتقد الجو بيكون بارد فوق، لكن ما عليه، احنا جايين او انا جاي خصيصا حق المكان هذا، اصلا خصيصا جاي حق المكان هذا. بس نفس ما قلت لكم نسيت موضوع اني اصب بترول، بس ان شاء الله يكفي وزياده ان شاء الله. بركه شباب ربعنا اللي كانوا ورائي ما شاء الله عليهم، روحوا طلقوا الى الامام والى الاعلى. هذا يقول لكم غير 3 على المنحنيات، هذه انت والخير 4. يا سلام على الشنب الجميل، جميل منظر الجميل. اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد والشكر، الحمد لله. هذا الزين ما شاء الله في جبل جيس انه الصعود الى الجبل مش عملية مثل الحنيش، لا يعني سيارات ويايات وسواقة وها واللفات عادية. في بعض الجبال دواوير قول حنيش، هذه شوي لوع تشبد لوع بالتشبد. هنا طبيعة أعتقد طبيعة الجبل هي اللي فرضت على أصحاب الاختصاص أنهم يمشون بالطريقة هذه، وحكم بعد يعني اليوم فكرة أنك تمشي وتجحل عيونك المناظر الطبيعية والمناظر الجميلة هذه. يعني ما شاء الله درجة حرارة في انخفاض 22 الحين، واللدن رسميا يعني سكرت. عيبكم السوالف هذه، تقريبا باقي لي 7 كيلو إلى القمة. وصراحة أنا أقول لكم ما كنت أتوقع إني بصعد القمة بكل سلاسة هذه ما شاء الله، لأن الشوارع ما شاء الله مضبطة والدنيا مضبطة، يعني شيء مهيئ
وشيء مخصص الواحد يستانس فيه ويدعي انه دائما ان شاء الله الكل يكون بصحة وسلامة وعافية. لفة الحنيش الحين خيار ثلاثة روح لفة الحنيش. ايوه هاي الجماعة والسيارة العادة ما شاء الله عليك. اذا انت طالع من تحت لين هني والله انا اقول ما شاء الله عليك، الله يعطيك الصحة والعافية، يعني معنوية وحماس وجو، يعني تقدر تتكيف عليه وتقدر يعني تمشي بكل أريحية في جبل. اعتقد هذا في جبل هذا ولا هذا ما اعرف، واحد اسمه جبل السحاب. في الصيف نحن عندنا 45 تقريبا، واحد صراحة مفتخر دائما بالأشياء هذه الوناسة، يعني المتعة هاي ما شاء الله تقدر تدش هناك طلع. لكن أنا ما أبغي هاي لأي بس أنا أبغى أسير فوق. طلق يا وحش إن شاء الله عليك. لاحظوا معاي الصورة هذه، نفس ما قلت لكم هاي أول رحلة، وهاي العدة هاي كل الطاولة والكرسي في هاي الشيئين الثنينة، شاي الشنطة المبروكة. جو جميل، جو رائع صراحة، وأحلى شاهي على قمة جبل جيس. مرحبا، كيف الحال؟ أحلى قمة. الله يهديك مستعجل انت، الله يهديك. اوكي اتناها ضبط. اوكي حد بعد مخوي شمه هنا عدالنا يبغي ما يضر. اوكي ضبطنا الموضوع، سكر انتي تعالي هنا مكانك، ما تسكرت عدل، بنلملم الاوراق وقراطيسنا وقشارنا بلملم. والله بشل هذا بشلنا، انا ما علي منهم، بلادي حافظ على نظافة بلادي. خلصنا الشاهي قضيناها، مرتب أغراضنا الحين، الساعة كم؟ تقريبا 9 إلى 10، يبالنا درب في شاهي بس، أني بنرتب البقعة ونظف المكان، مرتب الأغراض هاي كلها مرة كاملة، والكمال لله. الشنطة العزبة كاملة. يا حياكم الله، قضيناها وفولنا الحجية، كانت مفضية طبعا، نظرة أخيرة على المكان الجميل، المكان الطيب صراحة. أشكر الأخ الفاضل ما شاء الله عليه، ما أعرفه صراحة، لكن نظف البقعة كاملة وساعدنا نحن في التنظيف، والحمد لله تيسرت الأمور. وهاي قمة جبل جيس، ومتجهين إن شاء الله لأقرب نقطة بترول. والله يا جماعة دائما الواحد يقول خل المكان أحسن من المكان. درجة الحرارة الحين 16 درجة الحرارة فوق جبل جيس، وبإذن الله سبحانه وتعالى نازلين أقرب محطة بترول بعد 8 كيلو، لأن البترول عندي شوي يعني تقريبا يدش في الخطين، فالحمد لله الأمور طيبة. فبسير عند صاحبنا هذا ونشوف الترتيب وياه على قمة جبل جيس، وإن شاء الله نازلين. توكلت على الله، ونازلين الآن من جبل جيس بفضل الله سبحانه وتعالى بعد ما تقهوينا، عندنا الله خير. جماعة مال نظافة البيئة جزاهم الله خير، يو فوق شافوني لقط الرمون الكثرة والزبالة هاي،
يعني والله الجماعه مو مقصرين، اقسم بالله الجماعه مو مقصرين في محافظه على البيئه ومحافظين على، يا سلام شوفوا جاي الغيم كيف طالع من الإبال. الغيم ما شاء الله شكل الغيم داش في الإبال وانا شكلي نازل من يشربون سيايير، يجربون سيايير هنا على قمة جبل جيث. وين موضوع الغيم؟ هذا الحبيب واحد اللي نقل مسكين والله هو الشمس الشمس حارة. هاي الجماعة يزحلقون بالحبال، تشوفونهم يزحلقون بالحبال من الليبل للليبل. الشمس حارة لكن الجو بارد، درجة حرارة 20 تو 19 فوق، درجة حرارة 20 جو فروق درجات أجانب تو قبل شوي. الحين نازلين إن شاء الله الحين بالاتجاه إلى محطة البترول بإذن الله، وخلكم وياي. طبعا نزول الجبل مش زي صعود مثل ما يقولون. الحين أنا نازل على رئيس المكينة وعلى حنة جير، لا بريك ولا شيء، لكن ما أعرف شوف درجة الحرارة حرارة الدراجة. لا لا ما شاء الله حرارة 74 زين، عكس نزول طيب جميل. أهم شيء الحين لفة الحنيش، أهم شيء لفة الحنيش اللي بتيني شوية الحين. ايه الاصيلات احلى اوراق الشاهي. هذه اول نزلة حنيش او لفة حنيش مثل ما يقولون. ليلة من الجماعة في نزول من قمة جبل جيس، حيث الاجواء الرائعة والاجواء الجميلة والاجواء الباردة، نسبة العديد الباردة. اول تجربة لنا في نزول جبل في دولة الامارات. طبعا نحن الحين الحمد لله نزلنا من جبل جيس وراجعين بالسلام ان شاء الله بالاتجاه الى اقرب شيش بترول، عقب ان شاء الله الى امارة عمان. كانت رحلة طيبة ورحلة موفقة، جو جميل فوق، درجة حرارة الان 26. منطقة جميلة، منطقة سياحية من الطراز الاول، روعة روعة يعني الواحد يرتاح نفسيا في الاماكن هذه. جو جميل، جو جميل جدا، نظيف نظيف ونظيف نقي. تامر مرور عند مرور العلم. تجربة طيبة، رحلة حلوة، ورادين بالسلامة إن شاء الله. يا حياكم الله، مرحبتين ويانا مرة ثانية، وحاليا على الشارع الرئيسي. هاي شارع مال الشكل الجديد مال الإسلام، فوق يجيب المرة على الأرض إن شاء الله. على الشارع الرئيسي ان شاء الله اللي دخلنا الى جبل جيس. رسميا خلصنا من التحويلات الحمد لله، بس وصلنا الشارع هذا. هذا وين النعناع هنا؟ يا سلام يا سلام، هاي ريحه النعناع. ايوه يا زعيم، روح يا زعيم. الأجواء الجميلة في منطقة الصوب ريمار طرف الخيمة، وهاي الأجواء الطيبة جبل جيس، وعايشين بالأرضة والسلامة إلى عمان دار الأمان. والحين صار نقدم محطة البترول، محطة البترول قرر عزيز طبعا بحاول إني أرد يا أرد على عابر يا إني أرد على شارع الشيخ حمد زايد أو أرد شارع شكلي برد شارع الشيخ حمد زايد. أسير لين نار لين شعم ما أدري الرمز ما أدري وين ترون ابوي.
بترول جزاكم الله خير. السلام عليكم. How are you؟